السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله في المحاضرة دي هنكمل على السنجل فيز انفرتر. احنا كنا اخر حاجة وصلنا لها ان احنا رسمنا الويف فورم بتاع الفولت والتيار. ادي محور الأومجتي، ادي محور الفي اوتبوت، وادي الاي اوتبوت. كنا قلنا ان احنا عندنا شكل الجهد اتحول من الدي سي الى الاي سي بالشكل ده كده سكوير ويف، وقلنا ان احنا عندنا هنا تي واحد وتي اتنين شغالين، هنا تي تلاتة وتي اربعة شغالين، او هما اللي طلعوا لي الاتنين موجة دول. ولكن في الحقيقة في الاندكتيف لود زودنا معانا هنا كده ان احنا عندنا كمان دي واحد ودي اتنين شغالين، وهنا دي تلاتة ودي اربعة شغالين. دول بيستخدموا في التشارجنج قلنا، ودول اللي هي الديسشارج بالمثل الايه الاثنين ضايد دول بالاثنين ترانزستورز بتوعهم. طيب لو احنا جينا بصينا على التيار عامل ازاي، هنلاقي التيار احنا قلنا هناخد نهايه الموجه بتاعت كل واحده، وفي نفس الوقت بنصف كل واحده من دول نصيد نص للدايودز ونص للايه للترانزستورز. فهنلاقي في الحقيقه التيار ابتدى يزيد هنا كده من مع بسبب تي واحد وتي اتنين، وابتدى يقل كده بالشكل ده كده لحد ما وصل لحد النهايه. طبعا في الفترة دي كده كان هنا دي تلاتة دي اربعة اون، وهنا دي واحد ودي اتنين اون، وهنا كده اللي هو تي تلاتة ودي اربعة اون. هنا كده لو جينا برضو بالمثل ده كده هنلاقي ان احنا عندنا التيار كان بادي يزيد من اول هنا لحد كده، فاللي كان شغال هنا كان دي واحد ودي اتنين مالهم اون. يبقى انا عندي دلوقتي اتنين دايت اون، اتنين ترانزستور اون، يبقى دي الفترة بتاعت تي واحد تي اتنين دي واحد دي اتنين، وهنا عندي دي واحد ودي اربعة دي تلاتة ودي اربعة اون، وعندي تي تلاتة ودي اربعة اون. يبقى دي الفترة بتاعت ان تي تلاتة تي اربعة دي تلاتة دي اربعة بيبقوا شغالين في الفترة دي كده. تمام، ودي كده بالنسبه لنا هي الايه الهاف سايكل. التيار بتاعنا ده كده هو نون ساينوسويدال، فالتيار ده له علاقه او ليه قيمه او ليه معادله. عايزين نعرف ايه هي قيمه المعادله دي او شكل المعادله دي عامله ازاي. فلك الاي اوتبوت ده هو عباره عن اللي هو الاي بتاع اللود اوف تي، هو عباره عن مركبتين، مركبه اسمها اي اف زائد اي ام. تمام كده، حيث ان الاي اف ده بنسميه final current response، اما الاي ان ده بنسميه natural current response، او ممكن نسميه transient current. يبقى انا دلوقتي عندي التيار بتاعي عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن علاقة ما بين تو كومبوننتس اللي احنا بنسميه الفاينل كرنت ريسبونس والناتشورال كرنت. ايه الناتشورال كرنت ريسبونس؟ تمام. طيب تعالى بس نمسك ايتم ايتم كده. يبقى احنا اتفقنا ان احنا عندنا الاي اوتبوت اوف تي عبارة عن اي اف زائد الاي ان، واتفقنا ان الاي اف ده اللي هو الايه الفاينل كرنت او الفورسد كرنت، والاي ان ده بنسميه الترانزنت. ايه الترانزنت كومبوننت؟ الاي ان ده خلينا نمسك كل كومبوننت من دول ونشتغل عليها في التو هاف سايكلز بتوعي. فاحنا عندنا دلوقتي لو انا جيت اقول ديورينج البوزيتيف هاف سايكل، الاي اف بيساوي
في دي سي على المقاومة ار، ده طول عمره اللي هو الفاينل كارنت. يعني تخيل ان انا عندي الاوتبوت بتاعي دي سي، فبيبقى التيار بتاعي اللي هو ده عبارة عن مركبتين، مركبة هتبقى النهائية اللي هي في دي سي على ار، والمركبة بتاعت الايه الترانزنت اللي هي الايه الحتة دي كده. تمام. طيب يبقى احنا عندنا الاي اف دلوقتي بيساوي اللي هي الفي دي سي على ار، ده الفاينل كرنت، والاي ان هيساوي اللي هو ايه اس ناقص تي على تاو. تاني يا جماعه باكد اهوت، التيار عباره عن مركبتين اللي هما دول، المركبتين دول عباره عن قيمه نهائيه اللي هي بتبقى هنا كده، وعباره عن قيمه اللي هي الطلوع لمين للقيمه النهائيه دي. الطلوع للقيمه النهائيه دي بيسموها اكسبوننشال، او بيسموها الايه ترانزنت كرنت، اللي هي بتساوي ايه اس ناقص تي على تاو. يبقى انا دلوقتي عندي التيار عباره عن اي اف اللي هو في دي سي على ار على ار، ده كومبوننت، الكومبوننت التاني بيساوي ايه في اي اس ناقص تي على تاب. طيب تعالى اذا الاي اوف تي ده الاي لود، ناخد بالنا برضو ده فين، ده من صفر لايه لباي، يساوي كام؟ يساوي في دي سي على ار زائد ايه اس ناقص تي على تاو. الكلام ده قالك امتى بقى؟ في البيريود لما التي بتاعتي اكبر من او تساوي الصفر، واقل من او تساوي تي على الاتنين اللي هو نص الايه نص البيريود. يبقى دي كده علاقة مهمة جدا بالنسبة لنا، لازم نبقى ايه عارفين. هنسميها رقم واحد. طيب تعالى نروح نشوف الكلام ده بالظبط في النيجاتيف هاف سايكل. النيجاتيف هاف سايكل هتبقى عامله ازاي؟ قال لك والله ديورينج نيجاتيف هاف سايكل اللي هي منين لمنين يا جماعه؟ لما تي اكبر من او تساوي تي على الاتنين، واقل من او تساوي تي. طيب التيار بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ قال لك الاي اف هيساوي كام بقى؟ سالب في دي سي على ار، ده الاي مين؟ الاي فاينل. طب والاي ان؟ الاي ان هيساوي خلينا بقى من نغير، بدل الثابت اللي كان اسمه اي اي هيبقى بي ثابت تاني خالص، سالب اي سالب تي على تاو، على تاو. بس انا دلوقتي في الفتره دي مش بادئ التي من عند الصفر، مش بادئ التي من عند الصفر، احنا بادئين التي منين؟ من تي على الاتنين. يعني البريود بتاعتي دي بادئه منين؟ بادئه من عند تي على الاتنين ومنتهيه عند تي. فبدايه التي بتاعتي ده التي دلوقتي، ده التي، فالتي بادئ من عند كام؟ مش من عند الصفر، بادئ من عند تي على الاتنين، فعشان كده نقول تي على الاتنين. الكلام ده على تاو. يبقى في الاصل انا عملت ايه؟ كنت ماسك التيار بس التايم، اسف، طرحت منه الايه نقطه الايه نقطه البدايه بتاعت اللي هي تي على الاتنين. اذا الاي لود اوف تي هيساوي كام يا جماعه؟ قال لك هيساوي سالب في دي سي على ار زائد بي في اي اس ناقص تي ناقص تي على الاثنين. الكلام ده كله كده على التاو. الكلام ده كده في الفتره انهي بقى؟ الكلام ده في الفتره لما التايم بتاعي اكبر من او يساوي تي على الاثنين، واقل من او يساوي تي. دي كده العلاقة رقم اتنين بالنسبة لنا ومهمة جدا. يبقى دي كده رقم اتنين او العلاقة رقم اتنين. طيب خلاص كده احنا خلصنا قيمة التيارات. ايه بقى او حساب التيار، ايه المطلوب مننا؟ المطلوب دلوقتي ان احنا كان عندنا في الفترة لما التي كانت اكبر من او تساوي صفر واقل من او تساوي تي على الاتنين، كان عندنا ثابت كده اسمه ايه معرفناش قيمته. وكان في الفترة برضو لما التي اكبر من او تساوي تي على الاتنين واقل من او تساوي تي، كان عندنا ثابت كده اسمه بي معرفناش قيمته. فالمطلوب ان احنا نعمل ايه؟ المطلوب ان احنا عايزين نحدد قيمة الثوابت دي بالنسبة لنا قيمتها كام. فعلشان نعرف نحدد الثوابت دي بنعمل ايه؟ بنفرض initial
conditions to determine ال A وال B. يعني انا علشان اعرف ال A وال B هنفرض initial conditions لمين؟ لقيمة المعادلات اللي احنا شفناها فوق دي بالظبط. طيب تعالى نكتب مع حاجة كده او نفكر مع بعض. دلوقتي احنا كان عندنا التيار عامل ازاي؟ التيار كان بالشكل ده كده كده بيبتدي يقل بالشكل ده كده، وبعد كده بيبتدي ايه يزيد تاني. تمام. طيب اللي انا عايز بس اقوله هنا كده، دي كانت تي، هنا كانت الباي او التي على الاتنين، هنا كده الزيرو، صح كده؟ يبقى الحتة دي كده تي على الاتنين، الحتة دي كده برضو تي على الاتنين، هي كلها الايه التي. طيب التيار بتاعنا عامل ازاي؟ قالك والله لو انا جيت هنا في الحتة دي، في الحتة دي قلت التيار هنا هو التيار هنا، يبقى ده كلام مظبوط. تمام. بمعنى ان انا اقدر اقول ان اي اوف تي هو الاي اوف تي زائد تي، يعني التيار عند النقطة دي هو التيار بالظبط عند الايه عند النقطة دي. طيب ايه تاني؟ قالك والله احنا نقدر نقول ان التيار إذن نقدر نقول دلوقتي إذن التيار I of 0 هو ال I of A of T، على أساس إنه معوض عن ال T بصفر يعني. يبقى التيار عند الصفر هو التيار عند ال A عند ال T. طيب إيه تاني؟ دي كده كانت إيه أول حاجة. الحاجة التانية إن إحنا دلوقتي لو بصينا على قيمة الحاجة التانية، لو بصينا على شكل التيار، قلنا التيار عامل كده وبعد كده بيبتدي يقل. القيمة دي هنسميها اي مينيموم، والقيمة دي بنسميها اي ماكسيموم. لو هنلاحظ هنلاقي القيمتين شبه بعض بالظبط، ولكن ايه الامبليتيود، يعني القمة دي هي بالظبط القمة دي. فالتيار المينيموم والتيار الماكسيموم هما الاتنين بالظبط قد بعض، مع اختلاف الايه مع اختلاف الاشارة بتاعتنا. فنقدر نقول من هنا ان تاني حاجة في الانيشال كونديشنز، ان احنا عندنا الاي ماكسيموم بيساوي سالب الاي مينيموم. يبقى احنا عندنا معلومتين يا جماعة دلوقتي. المعلومة الاولانية ان التيار هنا هو التيار هنا لانه شبه بعضه، لان التيار شبه ايه شبه بعضه. تمام كده. طيب وبالتالي لما يبقى الاي الحتة دي قد الحتة دي، فاحنا نقدر نقول ان الاي الافريج بيساوي صفر. يبقى احنا دلوقتي عندنا المعلومة التالتة بتقول ايه؟ ان الاي الافريج بيساوي كم؟ بيساوي صفر. تمام كده. طيب تعالى ايه نأكد معلومتين كده مع بعض. المعلومة الاولانية بتقول ايه؟ بتقول ات التي بتساوي صفر. نركز بقى كده مع بعض. عند التي بتساوي صفر، الاي لود اوف صفر هيساوي كام؟ هتقول لي ان هو بيساوي اي مينيموم. ده كلام مظبوط. ليه؟ لو احنا رحنا هنا كده الحته دي هنلاقي ان التيار بيساوي كام؟ هنلاقي التيار بيساوي صفر. كويس جدا. طيب التيار اللي بيساوي صفر ده اي اوف تي بتساوي صفر، قيمته بتساوي كام؟ قيمه التيار طلع ان هي بتساوي مين؟ بتساوي قيمه الاي مينيموم ده كده. طيب تعالى بعد كده هيساوي الاي مينيموم. الاي مينيموم ده نقدر نقول عليه بيساوي سالب الاي ماكسيموم. ينفع. ليه؟ لان هما الاثنين قيمه واحده مع اختلاف الامبليتيود. طيب تعالى تاني، ات التي بتساوي تي على الاثنين، ايه اللي هيحصل؟ تعالى نشوف قيمه الاي لود هيساوي كام. قال لك الاي لود اوف تي على الاثنين هيساوي، هنعوض عن التي بتي على الاثنين، هتساوي كام؟ قيمه التيار هنا كام يا جماعه؟ قيمة التيار هنا كده بكام؟ الحتة دي قيمة التيار هنا هو الايه القيمة الايه الماكسيموم كرنت.
فانا اقدر هنا كده اقول ان هو بيساوي الاي مين الاي ماكس. ينفع اقول ان هو سالب الاي مينيمم؟ ينفع، صح كده؟ يبقى التيار دلوقتي عرفت قيمته في حتتين اللي هي عند الصفر وعند البيك، تمام كده؟ طيب تعالى نرجع بقى دلوقتي للمعادلة الرئيسية بتاعتنا. احنا ليه بنعمل الكلام ده كله؟ قلنا علشان نجيب قيمة الثابت اللي اسمه ايه والثابت اللي اسمه بي. تعالى دلوقتي لو انا رحت during او for لما تي كانت اكبر من الصفر واقل من او تساوي تي على الاتنين، كان عندنا التيار بيساوي كام؟ كان عندنا الاي ال اوف تي كان بيساوي ها في دي سي على ار زائد اي اس ناقص تي على تي. دي كانت المعادله بتاعتنا. تعال نعوض هنا بقى كده، لما التي بتساوي صفر هيبقى الاي اوف صفر بيساوي كام؟ احنا قلنا ان هو بيساوي اي مينيمم، صح كده؟ طيب اذا لو انا عوضت بقى في المعادله دي كده هيطلع بيساوي كام؟ هيبقى هنقول هنا يعني هناخد الكلام ده ونعوض بيه هنا، يبقى اي ال اوف صفر هنعوض عن الزمن بصفر. يا جماعه هنعوض عن الزمن بصفر، يبقى اي ال اوف صفر هيساوي بيساوي كام؟ بيساوي الاي مينيمم. بيساوي كام في المعادله اللي قدامنا؟ بيساوي في دي سي على ار زائد اي اس صفر بواحد. فيبقى عندنا العلاقه دي هتساوي كام بقى دلوقتي؟ اذا الاي هتساوي الاي مينيمم ناقص في دي سي على ار. يبقى دي اول ايه، اول حاجه جت من المعادله دي كده، تمام كده؟ طيب الكلام ده لما كان الزمن بيساوي كام؟ لما كان الزمن بيساوي تي بتساوي صفر، اللي هو ات تي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طيب تعالى بقى ات التي بتساوي تي على الاتنين، ايه اللي هيحصل؟ لما التي بتساوي تي على الاتنين كان الاي ال اوف تي على الاتنين هيساوي كام يا جماعة؟ هيساوي الاي ماكسيمم، تمام؟ اذا نعوض في نفس المعادلة برضو، في نفس المعادلة يبقى اي ال اي ال اوف تي على الاتنين اللي هو بيساوي الاي ماكسيمم هتساوي كام؟ احنا بنعوض في المعادلة دي، هيبقى بيساوي كام؟ هيساوي برضو في دي سي على ار زائد الاي ملناش دعوة بيها اي اس ناقص تي بكام؟ بتي على الاتنين على ت، تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي من هنا طلعت كمان علاقة لقيمة التيار اللي هو الايه الاي ماكسيمم بتاعنا هيساوي كام. طلع ان الاي ماكسيمم هيساوي الايه العلاقة دي برضو، تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي جبت علاقة للاي وجبت علاقة للتيار اللي هو الاي ايه الاي ماكسيمم. تعالى نعيد نفس الكلمتين دول في النص التاني، في النص الايه التاني اللي احنا هنيجي هنا كده نقول during او for التي كانت اكبر من او تساوي التي على الاتنين واقل من او تساوي اللي هو الايه التي. دي البريود اللي هي الايه البريود التانية. طب تعالى نفكر بعض بس كده، التيار بيساوي كام؟ قال لك هيساوي الاي اوف تي بيساوي كام؟ هيساوي سالب في دي سي على ار زائد بي اي اس ناقص تي ناقص تي على الاتنين على تا. دي كانت معادلة الايه معادلة التيار. تعالوا بنفس الاسلوب نعيد الايه ات التي بتساوي صفر بتساوي اسف تي على الاتنين اللي هي بداية البيروت بتاعتنا. يبقى الاي الاي ال اوف تي على الاتنين هيساوي كام؟ احنا متفقين ان هو اي ماكسيمم، كويس. طيب تعالى نعوض هنا، يبقى اي ال اوف تي على الاتنين اللي احنا سائلين حالا ان هو الاي ماكسيمم هيساوي كام؟ هيساوي سالب الفي دي سي ملناش دعوة بيها على ار زائد الثابت اللي اسمه بي اي اس ناقص كام؟ ناقص عوض عن التي كده بكام؟ التي بتي على الاتنين، ادي تي على الاتنين ناقص تي على الاتنين، الكلام ده كله على تاو. ففي الحقيقة دي كده هتبقى بتساوي كام؟ بتساوي صفر. فالكلام ده كده كأنه سالب في دي سي على ار زائد بي في اي اس صفر. فالكلام ده كده ده اللي هو الاي مين الاي ماكسيمم. فيطلع من هنا ان البي اللي انا بدور عليه هيساوي كام؟
هيساوي ال I maximum زائد في دي سي على R. ادي كده العلاقة بتاعت مين؟ بتاعت ال B. طيب تيجي نجيب علاقة لمين؟ لل I minimum بنفس الأسلوب. يعني احنا زي ما عوضنا هنا كده عن ال T B T على الاتنين، هنيجي برضو نقول له at ال T بتساوي T اللي هو نهاية ال period بتاع الحتة اللي انا واقف عندها. لو عوضنا قيمة التيار عند ال I L of T، عوضنا عند التيار بتايم T، هيبقى بيساوي كام؟ بيساوي ال I minimum. طيب الكلام ده بيساوي كام لو عوضت في نفس المعادلة دي في نفس المعادلة دي؟ هيساوي كام؟ هيساوي برضه سالب في دي سي على R زائد B، ها A أس ناقص T ناقص T على الاتنين على تاو. انا عوضت عن الزمن بكام؟ بتي. تمام كده. يبقى انا كده برضو جبت علاقه لمين؟ للاي مينيمم. انا هكتبها تاني بس عشان تبقى واضحه. جبنا علاقه اهو، قلنا ان الاي ال اوف تي اوف تي الكبيره هيساوي الاي مينيمم، قلنا بيساوي سالب في دي سي على ار زائد ثابت اللي اسمه بي في اي اس ناقص تي اللي هي بدل الزمن كله تي على الاتنين. الكلام ده كله على تاو. يبقى انا كده جبت علاقة ما بين مين؟ ما بين ال او علاقة كمان للاي مين؟ للاي مين. تمام كده. يبقى انا دلوقتي بقى عندي من كل فترة عندي معادلتين، معادلة للثابت بي اي او بي، ومعادلة للتيار اي بي تمام او اي ماكس. طيب كويس جدا. يبقى انا دلوقتي لو انا رجعت بقى اخدت الكلام ده ورحت يعني بقى بالتعويض بقيمة الثوابت في معادلة التيارات خلال الفترتين، هيبقى الكلام ده بيساوي كام؟ تعال نشوف. لو انا جيت دلوقتي فور التي اكبر من او تساوي الصفر واقل من او تساوي تي على الاتنين، التيار هيساوي كام؟ قلنا اي ال اوف تي هيساوي في دي سي على ار زائد قيمة الثابت ايه بكام؟ احنا لسه جايبينها اي مينيموم ناقص في دي سي على ار في اي اس ناقص تي على تاو. ادي معادلة. المعادلة التانية بتساوي كام؟ طبعا احنا نقدر ناخد هنا دلوقتي ال في دي سي مشترك للعلم، يعني انا اقدر اخد في دي سي على ار مشترك، هيتفضل لي هنا واحد وهيتفضل هنا مين؟ دي كانت مضروبة هنا، فيتفضل اي اس ناقص تي على تاو زائد الاي مينيموم زائد الاي مينيموم زائد الاي مينيموم. تمام كده. مضروب برضو في اي اس ناقص تي على تاو. تمام كده. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ جبت قيمة لقيمة الايه التيار خلال الفترة دي كده، عوضت عن قيمة الثوابت اللي هو الـ I L of T، ودي المعادلة بتاعتي دلوقتي. طيب تعال نعوض بنفس الأسلوب، فور T أكبر من أو تساوي T على الاتنين وأقل من أو تساوي الايه T. يبقى دي كانت البيريود الأولانية ودي اللي هي الايه البريود التاني. بنفس الاسلوب كده هيطلع عندنا ال I L of T هيساوي ال V D C على R R بالسالب. تمام. زائد نفتح قوس قيمة الثابت B كانت عبارة عن مين؟ كانت عبارة عن I maximum ناقص V D C على R في سالب T على الاتنين ايه تام. ناخد بالنا بس، هو كان في الحقيقة ده كان عبارة عن مين؟ كان عبارة عن I minimum، واحنا متفقين ان ال I minimum هو ال I maximum مضروب في ايه؟ في سالب، لان هو بنفس الامبليتيود مع اختلاف الايه اختلاف المكان بتاعه، ده في البوزيتيف وده في الايه في النيجاتيف. تمام كده. طيب يبقى احنا دلوقتي جبنا علاقة تانية اهي لقيمة الايه لقيمة التيار I mean I load بتاعنا خلال الايه خلال الفترتين
اللي هو من صفر لتي على الاتنين، ومن تي على الاتنين للايه للتي. طيب دلوقتي مطلوب مننا ايه؟ مطلوب برضو مننا ان احنا عندنا في كل معادلة من دول عندنا مرة اي مينيموم يساوي كذا، واي ماكسيموم يساوي كذا. طيب احنا عايزين نعرف قيمة التيارات دول بتساوي كام من المعادلات، برضو عايزين نعرف قيمة التيارات دي بتساوي كام من الايه من المعادلات دي. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده نقول لو احنا يعني عايزين نجيب قيمة الاي مينيموم، يعني المطلوب دلوقتي we need to find i minimum و i maximum. التيارات دي هتساوي كام؟ قال لك هنيجي دلوقتي نقول له مثلا at t بتساوي t على الاتنين، ال i كان بيساوي كام؟ ال i ال of t على الاتنين كان بيساوي كام؟ كان بيساوي i maximum. تعالوا نعوض في المعادلة الأولانية اللي مش الأولانية، المعادلة دي خلينا نسميها A، وخلينا نسمي المعادلة دي رقم B. خلينا نسمي المعادلة دي رقم A والمعادلة دي رقم B. تعالى بقى دلوقتي لو احنا نروح نعوضنا at أو in equation A، التيار هيساوي كام؟ هيبقى ال I ال of t على الاتنين اللي احنا لسه قايلين حالا ان هو بمين؟ ب I maximum، هيساوي كام؟ هيساوي في دي سي على ار زائد، ها المعادلة كانت بتقول في الحقيقة كانت بتقول اي مينيموم ناقص في دي سي على ار في اي اس ناقص تي، هتبقى تي على الاتنين على تي. تمام. طيب احنا متفقين ان احنا عندنا ادي اي ماكسيموم هينزل زي ما هو بيساوي في دي سي على ار زائد، احنا متفقين ان الاي مينيموم ده هو الاي ماكسيموم بس عكس الاشاره، فاقدر اقول هنا كده زائد ناقص اي ماكسيموم ناقص في دي سي على ار واي اس ناقص دي على الاثنين على تاو. يبقى انا دلوقتي جبت علاقه اهي، خلينا نسميها المعادله رقم 3، خلينا نسميها المعادله رقم 3. طيب الكلام ده لما انا عملت ايه؟ لما انا عوضت في المعادلة ايه؟ لما انا عوضت التي على الاتنين في المعادلة ايه؟ طيب تعالى نعوض also لما التي بتساوي تي على الاتنين in equation b، نعوض في المعادلة رقم b، هيبقى ال i ال of t على الاتنين هيساوي، قلنا انه بيساوي كام؟ اي ماكسيم. كانت المعادلة بتساوي كام؟ كانت المعادلة بتساوي سالب في دي سي على ار. تمام. كنا بنقول زائد اي ماكسيم زائد في دي سي على ار، الكلام ده كله كان في اي كانت في الحقيقة هي ناقص تي على تي ناقص تي على الاتنين، فتبقى تي على الاتنين ناقص تي على الاتنين على تاو، فالكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ الاي ماكسيم هيطلع بيساوي سالب في دي سي على ار زائد اي ماكسيموم زائد في دي سي على ار في اس ناقص كام؟ اس ناقص صفر. يبقى انا دلوقتي جبت برضو معادله تانية اهي، خلينا نسميها المعادله رقم كام؟ رقم 4. يبقى انا دلوقتي جبت معادلتين للاي مين؟ للاي ماكسيموم. طيب المعادلتين دول يعني بما ان equation 3 هي i maximum و equation 4 هي برضو معادلة لل i maximum وهما الاتنين حاجة واحدة، فتعالوا نسويهم ببعض، تعالوا نسويهم ببعض. يبقى انا دلوقتي عندي ال equation 3 بتساوي equation 4، يبقى انا عندي ايه بقى دلوقتي؟ يبقى انا عندي vdc على r زائد اي ماكسيموم في دي سي على ار اي اس ناقص تي على الاتنين تاو بتساوي سالب في دي سي على ار زائد اي ماكسيموم زائد في دي سي على ار
الكلام ده كده في يوس كام؟ يوس صفر. طيب من الكلام ده هنعمل ايه بقى؟ عايزين نجيب قيمة الايه التيار. فلو جينا نخلصها مع بعض هن ايه، لو جبنا دي في الطرف ده كده، فيبقى عندنا 2 في دي سي على ار بتساوي، هتساوي كام بقى؟ اي ماكسيموم، وده الحتة دي كلها هتيجي الناحية دي، فيبقى عندنا دلوقتي اي ماكسيموم زائد في دي سي على ار، الكلام ده كله مضروب في اي بس ناقص تي على 2 تاو، زائد اللي باقي هنا مين؟ اي ماكسيموم زائد في دي سي على ار في اي اس كام؟ اي اس صفر. تمام. طيب عايزين نتخلص من مين؟ عايزين نتخلص من اللي هي الحتة بتاعت دي، من الايتم ده، من الايتم ده هيتفضل لي هنا الاي مين؟ الاي دي سي. فهنجيب عديهم الناحية التانية برضو، هيبقى فاضل عندي مين دلوقتي؟ هيبقى فاضل عندنا دلوقتي ادي 2 في دي سي على ار، هنعدلها الناحية التانية، مفروض سالب في دي سي على ار اللي هي دي، وهنعدلها مين كمان؟ سالب في دي سي اللي هي دي على ار مضروبة في اي اس ناقص تي على 2 تاو، الكلام ده كده هيساوي الاي ماكسيموم، هنا 1 هاخده مشترك، وهنا اللي هو كمان زائد الحتة دي اللي هو اي اس ناقص تي على 2 تاو. طيب هنبص هنا كده هنلاقي في المعادلة دي كده اقدر دول كده بالنسبة لي بقى واحدة، وديت الايه اللي باقية معانا. فنيجي هنا كده نقول في دي سي على ار ناقص في دي سي على ار في اي اس ناقص تي على 2 تاو هتساوي الاي ماكسيموم في 1 زائد اي اس ناقص تي على 2 تاو، الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده هيطلع من عندي من هنا كده ان الفي دي سي على ار لو اخدتها مشترك 1 ناقص اي اس ناقص تي على 2 تاو هيساوي الايه العلاقة دي كده. يبقى من هنا كده ان الاي ماكسيموم هيساوي كام؟ الاي ماكسيموم هيطلع انه بيساوي الفي دي سي على ار في 1 ناقص اي اس ناقص تي على 2 تاو، الكلام ده كده على 1 ناقص زائد اي اس ناقص تي على 2 ايه؟ 2 تاو. يبقى انا كده جبت علاقة لمين؟ جبت علاقة للاي ماكسيموم. الكلام ده بالمناسبة مهم، ساعات في الامتحانات الراجل بيقول لنا ايه يعني ايه اثبتوا او هات قيمة الايه الماكسيموم كرنت ده، او اثبت العلاقة دي كده. بالمثل بقى احنا عايزين نجيب الاي مينيموم. الاي مينيموم هنيجي برضو نقول ات تو فايند الاي مينيموم، هنيجي هنا برضو نقول لما التي كانت بتساوي تي كلها كان الاي ال اوف تي هيساوي مين يا جماعه؟ هيساوي الاي مينيموم. طيب هنروح برضو نعوض بالتعويض في المعادله اي وبي علشان نجيب قيمه الايه التيارين. تعالى هنا كده دلوقتي هنروح لو عوضنا في المعادله اي ان اي هيبقى التيار بيساوي كام؟ هيطلع لنا الاي ال اوف تي اللي احنا متفقين ان هو الاي مينيموم هيساوي كام؟ هيساوي الفي دي سي على ار زائد اي مينيموم ناقص في دي سي على ار اي اس ناقص تي على تاو. طيب ادي المعادله، وعندنا برضو لو رحنا في المعادلة بي
هيبقى عندنا ال IL of T هيساوي مين؟ هيساوي ال I minimum هيساوي كام؟ سالب VDC على R اللي هو اللي هيبقى بيساوي I maximum، وقلنا اتفقنا ان ال I maximum هو نيجاتيف ال I مين؟ ال I minimum زائد ال VDC على R في E أس ناقص T ناقص T على الاتنين، الكلام ده كله على المثل. برضو هنسمي المعادلة دي 4 والمعادلة دي 5. طبعا المعادلة 4 والمعادلة 5 مالهم؟ متساويين. المعادلة 4 والمعادلة 5 متساويين، يعني بما ان 5 تساوي 4 يبقى انا عندي دلوقتي في دي سي على ار زائد اي مينيموم اي اس ناقص تي على تاو ناقص في دي سي على ار اي اس ناقص تي على تاو بتساوي سالب في دي سي على ار ناقص الاي مينيموم اي اس ناقص تي ناقص تي على الاتنين في على تاو، الكلام ده زائد في دي سي على ار اي اس ناقص تي ناقص تي على الاتنين على تاو. لو مشينا برضو وراها وخلصناها بنفس الاسلوب اللي عملناه في المعادلة اللي فوق، هيطلع عندنا دلوقتي ان احنا ال في دي سي على ال R هيبقى عندنا منها 2 و E أس ناقص T على تاو، وعندنا برضو E أس ناقص T ناقص T على الاتنين على تاو. الكلام ده نقفل القوس بيساوي ال I minimum، نفتح القوس كده يبقى عندنا E أس ناقص T على تاو وناقص T ناقص T على الاتنين برضو على تاو ناقص. بس خلاص كده بالنسبة للاي ايه؟ الاي مينيموم. لو انا جيت بصيت هنا بقى المعادلة النهائية، حب انا عندي الاي مينيموم هيساوي الفي دي سي على ار اتنين ناقص ايه اس ناقص تي على تاو ناقص ايه اس ناقص تي على الاتنين على تاو، الكلام ده كده على مين؟ على اي اس ناقص تي على تاو ناقص اي اس ناقص تي على الاتنين على تاو. يبقى انا كده جبت برضو معادلة لمين؟ معادلة للاي من، وده كان المطلوب بالنسبة لنا في الوقت الحالي، ان احنا عايزين نعرف قيمة الايه، قيمة المينيمم كرنت وقيمة الماكسيمم كرنت. والكلام ده مهم جدا، وان شاء الله رب العالمين المعيدين هينزلوا لحضراتكم سيكشن في حل على المسائل دي بالتفصيل، علشان برضو الامور تبقى ايه، تبقى مفهومة وواضحة. شكرا.